طب انتوا سامعيني يا شباب؟ ولا في حد عنده مشكلة في الصوت؟ أنا سامع حضرتك يا دكتور. تمام. لا سامعني حضرتك يا دكتور. تمام، فين الأخ اللي كان بيسأل السؤال؟ مش موجود الأخ اللي كان بيسأل السؤال. أوكي. طيب خلونا نكمل. نشوف ان شاء الله الليكتشر دي هتتكلم في ايه. طيب الجزء الثاني من الليكتشر احنا هنتكلم على الباينري نمبرز مينلي. تمام. طيب دلوقتي انتوا عارفين ان الارقام اللي احنا بنتعامل بيها كبني ادمين يعني هي الديسيمال نمبرز. يعني مثلا انت عندك الرقم اللي موجود قدامك دوت اللي هو 7392، ده انت لو حللته كده زي ما بيخلوا اللي لسه بيتعلموا ماثيماتكس كده ان هم يحلوه، ده هتلاقيه عباره عن 7000 وضيف عليهم 300 وضيف عليهم 9 عشرات وضيف عليهم 2 يونتس. تمام. طيب كل مكان لكل ديجيت انت شايفه هنا بيعبر عن حاجه، بيعبر عن ويت. بيعبر عن ايه؟ عن ويت. الرقم كان 7392. فين الشيرنج؟ راح فين الشيء؟ ثانية واحدة كده. اوكي. تمام، ده الرقم اللي انتم شايفينه. كل مكان هنا ليه ويت، يعني السبعه الويت بتاعها اكبر من الثلاثه، اكبر من التسعه، اكبر من الاثنين. تمام. السكرين دي واضحه قدامكم؟ تمام يا دكتور. واضحه. واضحه. طيب عظيم. السبعه الويت بتاعها 1000، فبالتالي انت بتضربها في 1000، فخلينا نقول ان ال 1000 دي هي 10 باور 3. والتلاتة الويت بتاعها في المية فهي 10 باور 2، والتسعة 10، والاتنين 10 باور ايه؟ باور 0. فده يدينا انطباع ان الرقم اللي مكتوب قدامكم دوت نقدر نقول عليه زي ما انا قلت كده، ان انت لو جمعت الارقام دي كلها مع بعضها، يعني نبدأ من اليمين ولا نبدأ من الشمال؟ يمين ولا شمال؟ ابدا بالاثنين ولا ابدا بالسبعه؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ اثنين. من الاثنين يبقى الرقم ده بيساوي 2 في 10 باور 0 زائد 9 10 باور 1 بلس 3 تايمز 10 باور 2 بلس 7 تايمز 10 باور 3. طيب هو انا ليه ضربت في 10 يا شباب؟ ليه 10 باور 0 باور 1 باور 2 باور 3؟ ليه 10؟ عشان ده ديسيمال نمبر. تمام. ال 10 دي احنا بنقول عليها الار اللي هي الريدكس، كويس؟ دي اللي هي بالنسبه لنا هنا 10. في ارقام ثانيه او في سيستمز ثانيه الار مش تبقى ب 10. تمام. يبقى ال 10 باور 0 باور 1 باور 2
باور 3 هم دول اللي خلوا الويت بتاع السبعه والثلاثه والتسعه والاثنين يختلف. طيب النظام الديسيمال دوت او العشري فيه الارقام، فيه 10 ارقام، ما هي 10 دي يعني 10 ارقام. ايه هم ال 10 ارقام؟ هم الارقام من 0 لكام؟ ل 9. طب وال 10؟ ما هو ال 10 ده عباره عن 0 و1، والواحد ده انكلودد في الرينج من 0 ل 9. يبقى ده النظام اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ديسيمال. طيب واضح؟ واضح؟ واضح واضح. طيب. واضح تمام. طيب اي رقم هتكتبه بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ايه 0 ايه 1 ايه 2 ايه 3 ايه 4 ايه 5، وبعدين الديسيمال دوت العلامة العشرية دي، أو خلينا نقولها الديسيمال بوينت، أو ممكن نقولها البوينت بس لأن أنا ممكن أكون ما بتكلمش على ديسيمال نمبر. فالبوينت ديت وبعدين على اليمين A ماينس 1 A ماينس 2 A ماينس 3. ليه اديناهم النيجاتيف نمبرز ديت، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3؟ ليه؟ لو أنت بصيت كده على الرقم، يعني أنا دي فكيتها أهو A N في r باور n، a n ماينس 1 في r n ماينس 1، a لحد ما توصل لحد a 0 بلس a ماينس 1 في r باور نيجاتيف 1. يعني مثلا لو انا خدت مثال الرقم ده مثلا 27.5 4، لو حبيت تعمله ريبريزنتيشن هيبقى، نبدا منين بقى، من اليمين ولا من الشمال؟ من الديسيمال بوينت. ممكن تبدا من الديسيمال بوينت. تمام. يبقى 7 في 10 باور 0 و3 في 10 باور 2 سوري باور 1، يبقى 3، يبقى ده بيساوي 3 في 10 باور 1 بلس 7 في 10 باور 0 بلس 5 في 10 باور نيجاتيف 1. ليه؟ لان الخمسه دي اصلا هي مكانها هنا عباره عن ها نص، فالنص دوت عباره عن ايه؟ 5 على 10، فعشان كده 5 في 10 باور نيجاتيف 1 بلس ال 4 في 10 باور نيجاتيف 2، لان ال 4 دي مكانها مخليها 4 من 100، يبقى كانها 4 على 100، يبقى 4 في 10 باور نيجاتيف 2. تمام. ده الرقم بتاعنا. يبقى ال7 عند الباور 0 وال3 عند الباور 1 وال5 عند باور نيجاتيف 1 وال4 عند باور نيجاتيف 2. تمام. طيب اي رقم ديسيمال هعمل له ريبريزنتيشن بالشكل ده؟ اه الاجابه اه. مكان الرقم هو اللي بيديله الويت بتاعه، كبير ولا صغير. يعني مثلا هي التسعة اكبر ولا الخمسة؟ تسعة اكيد يعني. انما لو جيت قلت على الرقم 49 مكان الاربعة مخليها اكبر من التسعة لان هي بقت 40 مش اربعة بس. تمام. فالمكان، المكان ده تحدد منين؟ بالويت بتاع الريدكس اللي هو r باور n او r باور n ماينس 1 او whatever يعني. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للديسيمال نمبرز maybe letters. طيب حد عنده سؤال؟ لا ما البيز ممكن تبقى 10 ممكن تبقى 5 ممكن تبقى 8 ممكن تبقى 16 ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 3 ممكن تبقى اي حاجه، اي رقم يعني. انما المتعارف عليه هو بيز 10 اللي احنا بنقول عليه الديسيمال، وبيز 8 بنقول عليه الاوكتال، وبيز 16 اللي هو الهكسا ديسيمال، وبيز 2 اللي هو الباينري اللي احنا هنشتغل بيه في الكورس بتاعنا. الهدف من الجزء ده في المحاضرة هو ان انت تتعلم ازاي تحول من نظام للتاني. هل عندكم فكرة ازاي نحول من نظام للتاني؟
خلونا نمشي مع بعض. انتوا ايه؟ احنا اخدناه في كورس اعدادي بس مش فاكرينه كله. ما انا هعدي عليه يعني مش بسرعه بس مش ببطء برضه. لا بس من باينري ديسيمال الاول. تمام. هو التركيز كله على باينري ديسيمال، انما الحقيقه مش بس ده المهم يعني. طيب خلونا نكمل معاكم الامثله. احنا خدنا المثال الاولاني، المثال الثاني اللي هو 4021.2 اللي هو ده بين البوينتر اللي هو الرقم الثاني ده. الرقم الثاني ده بيقول لك البيس 5. بص خلي بالك هو حاطه ما بين قوسين وكاتب لك رقم هنا على جنب، ده الار او الريدكس او البيز 5. معنى كده ان الرقم ده مش ديسيمال عادي، لا انت هنا لما تيجي تقول لي الواحد هتضربها في 5 باور 0، الاثنين دي هتضربها في 5 باور 1، الزيرو هتضربه في 5 باور 2، سوري 0 2 الأربعة هضربها في 5 باور 3، طب والاثنين هضربها في 5 باور نيجاتيف 1. تمام؟ تمام. وطبعا ده اللي بان في الحالة العامة اللي موجودة هنا دي، ده الحالة العامة، دي الحالة العامة. تمام؟ أنت بتضرب في R باور N، باور N نيجاتيف 1، باور مش عارف إيه على حسب الـ R بقى. طيب، الرقم ده هيطلع كام؟ لو ضربت الأرقام دي في بعضها هيطلع لك 5511.4، ده بالديسيمال. فواخد بالك ده رقم معايا ده رقم ببيس 5، وفي بيس 10 هو رقم تاني مختلف خالص. طيب السؤال بقى ايه اللي يميز بيس 5؟ بيس 5 في الارقام من 0 ل 4 بس، احنا قلنا البيز 10 الارقام من 0 ل 9، بيس 5 الارقام من 0 ل 4. طب بيز 8 ارقام من 0 ل 7، ده الاوكتال. على الرغم من ان 127.4 دي تبان ان هي ديسيمال، بس طالما كتبنا لك هنا 8 تبقى اوكتال. الواحد هتضربه في 8 باور 2، الاثنين هتضربها في 8 باور 1، السبعه هتضربها في 8 باور 0، والاربعه هتضربها في 8 باور نيجاتيف 1، هيطلع لك الرقم ده بالديسيمال. دي طريقه تحويل اي رقم لديسيمال. طيب البيس 16 في الارقام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وبعدين بما ان البيس 16 فانت عندك 16 رقم، 16 رقم بادئين من الصفر. جميل، وصلنا للتسعة، ادي 10 ارقام، محتاج كمان ايه 6 ارقام. هناخد الاي والبي والسي والدي والاي والاف، تمام، اللي هم يكافئوا ايه؟ الاي تكافئ ال10 والبي 11 والسي 12 والدي 13 والاي 14 والاف 15. فلو حولت الهكسا ديسيمال نمبر دوت لباينري هيطلع بايه؟ سوري ديسيمال هيطلع الرقم اللي انت شايفه دوت. واخر حاجه البيز 2 فيها الارقام بيز 2، معنى كده ان انت عندك رقمين بس اللي هما ايه؟ 0 و1. انت هتبدا من الزيرو يبقى اخرك 1. تمام، ده الباينري، ده الباينري نمبر. طيب في الكام سلايد الجايين هيبقى اهتمامنا كله ان انت تحول ازاي من باينري لاي حاجه ثانيه ومن اي حاجه ثانيه لباينري، وده اللي يهمنا اكتر. ممكن في بعض الناس بتهتم ان هو يحول ازاي من هكسا ديسيمال لاوكتال، وازاي يحول من ديسيمال لمش عارف لايه. انت الاساس بتاعنا هو الباينري، الاساس بتاعنا هو ايه؟ هو الباينري، وده اللي احنا غالبا هنبقى شغلنا كله حواليه. طيب لو انت خدت بالك من الرقم اللي موجود قدامك دوت اللي هو بالباينري، فده برضه هنحوله لديسيمال، هيطلع ايه؟ هيطلع الرقم اللي انت شايفه دوت قدامك اللي هو 2. اقول لك على طريقه تحول بيها من باينري لديسيمال بشكل اسهل من كده. الرقم اللي عندي هو 10110، خليني امسح اجيب كده ايه مكان فاضي نكتب فيه. فانت عندك 10110. احنا اتفقنا ان اول رقم هتضربه في 2 باور 0 اللي هو 1،
طب خليني معلش اجيب واحده تانية فاضيه. احنا عندنا 1 0 1 1 0. اول رقم هتضربه في 2 باور 0 اللي هو 1، ثاني رقم هتضربه في 2 باور 1 اللي هو 2، ثالث رقم هيبقى الويت بتاعه 2 باور 2 اللي هو 4، وبعدين 8، وبعدين 16. واخد بالك؟ طيب المفروض انت هتضرب الزيرو في الواحد والواحد في الاثنين والواحد في الاربعة والزيرو في الثمانية والواحد في الستاشر. اي زيرو ما تاخدش الكوفيشنت بتاعه واجمع الباقي. اجمع الستاشر والاربعة والاثنين تديك كام؟ 22. اقول تاني ولا الموضوع سهل؟ لا إيه؟ تمام. طب لو انا عايز اعمل العكس، اعمل العكس ازاي؟ يعني لو قلت لك حول لي الرقم 26 لباينري تعمل ايه؟ هتكتب 1 2 4 8 16. اللي بعد 16 32 مش هكتبها لان انت عديت ال 26 فتقف لحد 16. كويس؟ أقول لكم على طريقة علمية تجيب بيها اللي أنا بقوله ده. أنت عايز 26، 26 بتساوي 16، طب 16 و8 كام؟ 24. يعني ينفع آخد ال 8؟ 24. طب 24 و4؟ لا ما ينفعش آخد ال 4. طب أنت محتاج إيه؟ محتاج 2 مش محتاج الزيرو. يبقى ده هو الرقم بتاعه اللي هو 26. سهل الكلام ده؟ ده انت هتستخدمه في ان انت تعمل تشيك على الايه، على الانسر بتاعك. انا شخصيا لما بشوف اي باينري نمبر، اي باينري نمبر اقدر اعرف قيمته كام من اللي انا من الطريقه اللي انا عملتها دي. انما في طرق واضحه للتحويل زي اللي موجود قدامكم ده، 1 في 2 باور 4، 0 في 2 باور 3 طبعا ب 0، 1 في 2 باور 2، 1 في 2 باور 1، و 0 في 2 باور 0. الكلام ده كله لو جمعته يطلع ايه؟ 1024. طيب مجموعه من الباينري بيتس، مجموعه من الباينري ايه؟ بيتس. ال 8 بيتس زي ما انتم عارفين اسمهم بايت، وال 4 بيتس اسمهم نبل. تمام؟ واول رقم على اليمين خالص بالنسبه لك هو اقل ويت فبنقول عليه least significant bit، واخر رقم على الشمال خالص هو اعلى ويت وده بنقول عليه most significant bit. وبالتالي ده least significant bit، ده most significant bit. مجموعه من الثمانية بيتس اسمهم بايت، اربعه بيتس مع بعض اسمهم نبل، ودي كلها ممكن يبقى اسمها وورد. الحقيقه تعريف كلمه وورد ديت مختلف من كتاب للتاني ومن طريقه للتانيه. يعني في مثلا ناس تقول لك ان مجموعه من البيتس ممكن نسميها وورد، في ناس تقول لك لا دول ال 16 بيت ممكن نسميهم وورد. يعني وات ايفر، وورد عباره عن مجموعه من البيتس اكتر من 8. يعني مش 8، 8 اسمها بايت. طبعا انتوا عارفين ان 2 باور 10 هي كيلو، و2 باور 20 هي ميجا، و2 باور 30 هي جيجا، و2 باور 40 هي تيرا. دي حاجات مهمه لازم تبقوا عارفينها. وبالتالي انا قلت لك 2 سوري ما اوكي 2 باور 16 بتساوي ايه؟ قلت لك يعني هاتها بالكيلو او بالميجا نوتيشنز او كده. فطبعا انت مش ميجا لان الميجا 2 باور 20 فانت في رينج الكيلو، فدي هتقول ان هي بتساوي 2 باور 10 في الاول عشان تجيب الكيلو بتاعك في 2 باور 6. تمام؟ طيب 2 باور 6 بكام؟ ب 64، وديت هي الكيلو يبقى دي 64 كي. كويس؟ عن سؤال؟
حد عنده سؤال؟ لا تمام. تمام. طيب لو انت عندك رقم، الرقم دوت هو عباره عن ان بيتس، يبقى بالتالي هيبقى عندك 2 باور ان بوسيبيليتيز، سوري بوسيبيليتيز سوري، يعني لو انت عندك مثلا رقم عباره عن 3 بيتس، فالثلاثه بيتس دول احتمال ان هم موجودين ايه، حط كل احتمالياتهم، كل احتماليات الثلاثه بيتس لو انا بتكلم على 3 بيتس، فانت بتتكلم في ان هم ممكن الثلاثه يبقوا 0، ممكن الاولاني يبقى 1 والباقي ب 0، ممكن الثاني اللي يبقى ب 1 والباقي ب 0، ممكن اول 2 يبقوا ب 1 وده ب 0، ممكن ده يبقى ب 1 والاثنين التانيين ب 0، ممكن ده 1 وده 1 وده 0، 1 1 0، 1 1 1. دول كام احتمال؟ ثمانية. انت عندك 3 بيتس، يبقى عندك 2 باور 3 كومبينيشنز، تمام، اللي هي بتساوي 8. بالمناسبة الأرقام اللي أنا كاتبها دي بترتبها كده، أول رقم ده 0، تاني رقم ده 1، تالت رقم 2، 3، 4، 5، 6، 7. فبالتالي دي مجموع الأرقام من 0 ل 7 اللي هم 8 احتمالات يعني. أنا عايزك تشوف الرقم تعرف لي هو كام باينري على طول من غير ما تفكر، مش عايزك تفكر. يعني لما اقول لك الرقم ده كام، كام الرقم ده؟ بتفكر كام الرقم ده يا شباب؟ 9. 9. طب عرفت ازاي؟ بص، 1 2 4 8 يبقى 1 و8. معايا؟ ايوه. ما تفكروش يعني، دي حاجات تطلع بسرعة. طب الرقم ده كام؟ اثنين وثلاثين. ازاي يا راجل؟ 22. طيب هتلاحظ حاجة، احنا قلنا ده 9 صح؟ وده 22. عارف اول بيت؟ اول بيت لو بزيرو يبقى الرقم ده ايفن، لو بوان يبقى الرقم ده اود. يبقى اول بيت بتحدد لك الاود والايفن. فاهمين يا شباب؟ تمام. دي حاجات بقى تعرفها سريعا كده. طيب عشان تعرف، ودي اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه، لو انت مثلا عايز تقول لي ان انا محتاج كام بت عشان يبقى عندي 100 رقم مختلف، احتاج كام بت؟ هي 2 باور 3 بكام؟ ب 8. يبقى ال 3 بتس يدوني 8 ارقام. طب 2 باور 4 2 باور اوف كذا ب 16 بالظبط كده. طيب 2 باور 6 ب 64، 2 باور 7 ب 128. انت بتاخد دايما الاعلى، فبتعملها ازاي؟ بتقول انت عايز 100 رقم، يبقى تقول ان 2 باور اكس بتساوي 100، وهات اكس، يبقى اكس هتساوي ايه؟ هتساوي لوج للبيز 2 للرقم بتاعك اللي هو مين؟ اللي هو 100. يطلع بكام؟ يطلع بستة وشوية. انت هتعمل له السيلينج، يعني تاخد الرقم الأعلى دايما اللي هو 7. انت مش هتقول 7.5، سوري 6.5 بيتس، يعني ايه نص بيت مش تنفع. فبالتالي 7 ايه؟ 7 بيتس دايما موجود في المثال قدامهم كده. حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. ما حدش عنده أي سؤال؟
دكتور هو انا دلوقتي بقول ان عايزه كام بيتس عشان اطلع منهم كذا رقم مختلف يعني. اه كام رقم يعني؟ مثلا لو انا بقول لك ايه، احنا انتوا كام واحد في الدفعه؟ تقريبا 30. حلو، ال 30 دول انا ازاي اديكم كل واحد باينري كود مختلف، باينري كود مختلف لكل واحد فيكم، احتاج كام بت؟ تمام فهمتي؟ اه تمام. طيب جاوبي على السؤال بقى. ماشي، هبقى هقول 2 باور 2 باور اكس بتساوي 30. 2 باور كام بتساوي 30؟ مفيش، انا عندي 32. ما بصي الارقام 1 2 4 8 16 32 صح؟ يبقى اخد ال 32 اللي هو 32. 2 باور كام بتساوي 32؟ 2 باور 5. 2 باور 5 يبقى اكس، يبقى انا محتاج 5 بيتس. يعني معنى كده ان كل واحد فيكم، انت الاي دي بتاعك ايه؟ 18B1474. اه بس ده ديسيمال. طيب الرقم بتاعك ممكن يبقى كده بي مثلا، انت ماشي 10110 فهمتي؟ تمام. يبقى بالتالي الكود ده هيبقى بتاعك انت بس، اللي هو 10110. كل واحد فيكم ياخد كود مختلف. تمام، واخدين بالكم؟ فاهمين؟ اه 30 حاجه، 30 رقم مختلف زي ده بالظبط كده. لا مش زي ده، مختلف عن ده. مختلف عن ده قصدي يعني. يعني كل واحد لينا ليه رقم مختلف زي ده بالظبط كده. تمام فاهمين كده؟ طيب بصوا بقى، اللي انا بقوله ده انت تعرفه، يعني تعرفه ويبقى في دماغك كده وما يروحش بعيد ولا اي حاجه. معايا؟ ايه اللي انا بقوله؟ معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك. معاك يا دكتور. معاك. ايه اللي انا بقوله؟ الارقام لما تيجي تبص لاي باينري نمبر 01101 كام الرقم ده؟ على طول تفكر 1 2 4 8 16 وتجمع اللي تحت واحد في دماغك، ها من غير ما تكتب، قول لي الرقم ده كذا. الحاجة التانية لما أقول لك عايزين كام بت عشان نعمل كذا، تلف في دماغك، طب تجيبها ازاي دي؟ تعرف كده على طول 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 كفاية عليك كده. شايف دول؟ 2 باور 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. معايا؟ لما أقول لك 2 باور 8 بكام؟ لا ما تفكرش، 256. 2 باور 7 بكام؟ 128. 256 128. 2 باور 6 بكام؟ 64 وهكذا. يعني 1 2 4 8 16 32 وتحفظ قدامهم 2 باور 0 باور 1 باور 2 باور 3 وهكذا. تمام؟ تمام. الحاجات دي تعرفها كده زي ايه؟ مش عارف، بس المهم انت ما تفكرش في الكلام ده، يعني تتقن الحاجات دي، لان ما ينفعش ان تبقى دي الغلطه اللي بتوقعك في مساله. طبعا اللي موجود قدامكم دوت هو حل المساله العلمي الطبيعي زي ما انتم شايفين يعني. طيب التحويل بقى من ديسيمال لباينري يتم ازاي غير الطريقه اللي انا استخدمتها من شويه؟ يتم ازاي؟ انت بتعمل سكسيسيف ديفيجن، بتعمل اسمه مكررة. اسمها ايه؟ مكررة. اعملها ازاي؟ يعني مثلا هنا بيقول لك في المثال اللي قدامك ده، حول 41 لباينري. احول 41 لباينري، ادي 41، وتقوم واخد خط كده، تقسم على الاثنين فيها كام؟ قولوا يا جماعة. 20.5. 20.5. ما فيش هنا انصاص. 20 وبقى ايه؟ 1 صح؟ على الاثنين فيها كام؟ 10 وبقى كام؟ 0 صح؟ على الاثنين فيها 5 صح؟ وبقى 0. على الاثنين فيها الاثنين وبقى 1 مظبوط؟ 2 على 2
هي الواحد مظبوط يبقى زيرو وبعدين واحد على الاثنين زيرو بزيرو ماشي بزيرو اوكي طب وبقى واحد صح ايوه تمام مظبوط ايوه تمام واحد على الاثنين بزيرو وبقى واحد طيب خد الرقم ده اعمله كده بقى يعني تكتبه ازاي من تحت لفوق واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد وتقول لي ان هو ده 41 هل ده 41 تعالوا نتاكد كده نتاكد بطريقتنا احنا بقى 1 2 4 8 16 32 ده كام ده 32 و 8 1 يبقى كام 41 فهمتوا حاجه اه تمام يا دكتور تمام واخدين بالكم ان اول رقم فوق هو اول رقم على اليمين ده least significant bit واخر رقم تحت هو most significant bit عظيم طيب نرجع للسلايدز والله الراجل عمل نفس الكلام اهو بس هنا حط انصاص ايه النص ده واخدين بالكم في الاخر جينا ترجمنا كل نص من دول لواحد ما هو انت بتقول نص الباينري معايا نص وزيرو زيرو نص زيرو زيرو مش مهم نص زي ما تحب حطها واحد زي ما تحب ريمايندر يعني ما علينا هي طبعا الريمايندر مش هيبقى نص ريمايندر واحد بس ما علينا المهم وادي الكوفيشنتس بتاعتك اللي طلعت واحنا قلنا ان اول واحد فوق هو الليست واخر واحد تحت هو مين هو الموست يبقى انت بتعمل سكسيسيف ديفيجن باي 2 دي الطريقه الايه العاديه لو جيت قلت لك حول لي من ديسيمال لباينري هتعمل كده طب تفتكروا لو انا جيت قلت لك حول لي من ديسيمال لاوكتال هتعمل ايه هتقسم على 8 الكلام بس هقسم على 8 بالظبط كده بالظبط مش ايه مش على 2 انت طالما تحول لباينري تقسم على 2 لاوكتال يبقى تقسم على 8 لهكسا ديسيمال تقسم على 16 ده اللي بيحصل 153 على 8 فيها 19 ويتبقى 1 هنا بقى اللي يتبقى لازم تحطه زي ما هو 19 على 8 فيها ال 2 ويتبقى 3 2 على 8 فيها 0 ويتبقى 2 وبعدين تاخد الارقام اللي في الريمايندر دي هيبقى دي الكوفيشنت بتاعتك برضو اول واحد فوق هيبقى هو ايه الليست واخر واحد الموست بالظبط يعني الرقم بتاعك هيبقى 231 بس ايه بقى اوكتل دكتور هو النص ده اللي فات اللي حضرتك قلت يا اما نص يا اما واحد هو حاطه كده ولا اعمليها واحد اعمليها واحد طيب لو انا عايز احول فراكشن بقى اعمل ايه احول من فراكشن لباينري لو انتوا واخدين بالكم احنا كنا في الارقام اللي على شمال الديسيمال بوينت كنا بنضربها في 10 باور حاجه واللي على يمين الديسيمال بوينت كنا بنضربها في 10 باور نيجاتيف حاجه فبالتالي لما تيجي تحول رقم ديسيمال انتجر انت كنت بتقسم على 2 هنا هتضرب في 2 فمثلا المثال اللي انت شايفه قدامك ده احنا عايزين نحول الرقم ده تعالى نحله مع بعض ايه الرقم عايزين نغير ده اكتب بس الرقم عندي 0.8 لا سوري 0.6875 كويس طيب هتعمل ايه
تقوم جاي اول حاجه ماسك الرقم ده ضربه في 2 هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك رقم. طب بس عشان انا اخد الارقام من هنا عشان ما نقعدش نلخبط، الرقم ده هيطلع 1.375 زي ما انتوا شايفين كده. طب هعمل ايه بقى؟ الرقم ده عدى الواحد، خلي بالكم انا بحاول فراكشن، فلو زدت عن الفراكشن هعمل ايه؟ اقوم شايل الواحد وتاخد الرقم ده اللي هو 0.375 وتضربه في 2 يطلع كام؟ يطلع رقم طبعا اقل من الواحد، يطلع 0.75. وبعدين تاخد ال 0.75 ديت دي بما انها زي ما هي فراكشن تضربها في 2، 0.75 تضربها في 2 تطلع كام؟ 1.5. اخد مين؟ اخد ال 5 سوري ال 0.5، ال 0.5 اضربها في 2 تطلع ايه؟ تطلع 1. اكمل ولا اقف لحد هنا؟ اقف مع اللي بعد ال 0. بس خلي بالك من حاجه، انت ممكن يجي لك رقم تقعد تضرب في 2 تضرب في 2 تضرب في 2 ما تلاقوش بيخلص، واخد بالك؟ يعني انت وصلت هنا لل1 وده اتشيفمنت بالمناسبه، ممكن ما توصلش لل1 فتعمل ايه؟ تفضل تكمل، بس تكمل لحد امتى؟ لحد ما تشوف ان ايه ان الرقم ده مناسب لانه يعبر عن الرقم بتاعك. هديكم مثال كمان شويه، بس المهم شايفين الارقام اللي عدت ال1 اللي هم دول، هو ده التحويل بتاعك اللي هو ايه بقى؟ وان زيرو وان وان زي ما انت شايف كده، شايف دول؟ بس بما انك بتحول فراكشن فالنتيجة لازم تطلع فراكشن، يعني تعال نغير البوينتر دوت. فين البوينتر اوبشن؟ شايفين الرقم اللي طالع هنا ده؟ اول اختلاف ان انت لما تيجي تحط الرقم دوت هيبقى عندك اول واحدة فوق هي الموست مش الليست، واخر واحدة تحت هي مين؟ هي الليست. ده اول اختلاف، فبالتالي لما تيجي تكتبه هتكتبه بالشكل ده، تمام؟ 1011 عكس الثانيه. وبعدين بما انك بتحول رقم اصلا فراكشن اللي هو ده اللي هو اول واحد، فبالتالي النتيجه فراكشن يبقى 0 بوينت الكلام اللي انت طلعته ده زي ما انت شايف كده. حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ اه مفيش مشكله، انا فهمت بس اتلخبطت شويه. قول لي لخبطت في ايه؟ يعني انا دلوقتي باخد الرقم. طب اقول لك حاجه وبعد كده انت كمل. في العادي انا بقسم على 2 وباخد الريمايندر ارصه بالطول كده وبعد كده اقول ان اللي فوق ده الليست واللي تحت ده الموست. حلو، طبعا كسر ده الانتجر. في الفراكشن العكس بقى، انت بدل ما بتقسم على 2 بتضرب في 2 والموست بقى عكس الليست. ايه الفرق؟ بتقول ايه السؤال ايه؟ كنت بقول بقعد اضرب في 2 لحد امتى؟ لحد ما بوصل يعني لفين؟ اه لحد ما توقف. ما انت وقفت في الاخر طلع لك هنا شايف الفراكشن ده زيرو، فخلاص توقف. انما في بعض الارقام مش هتوصل معاك للزيرو. طب اقف امتى؟ اقف بعد 4 بعد 5. اذا انا ما حددتلكش في السؤال لحد انهي مكان بعد البوينت، يبقى ساعتها انت تقف، ممكن تقف بعد 3 او 4 معايا. تمام، بس انا غالبا هحدد لك غالبا ايه. تمام هحدد لك. طيب بص بقى اقول لك على طريقه تانية تحول بيها، بس دي للفهم للفهم. الرقم اللي احنا عايزين نحوله كان 0.6875
بنفس الطريقة اللي احنا عملناها. انت لما بيبقى عندك ديسمال بوينت، اول رقم بعد ديسمال بوينت بيبقى ايه؟ بيبقى المفروض نص. طب اللي بعده ربع، اللي بعده ثمن، اللي بعده وهكذا. فاهم؟ واخد بالك؟ تمام. طيب انا عايز اكون 0.687، طب ما انت اكيد هتاخد النص. طيب لو خدت الربع، ربع ونص يبقوا كام؟ 0.75. لا مش هينفع. طب اخد ده، هينفع وهكذا. بس طبعا دي غالبا انتوا مش هتعرفوا تعملوها، لان هي مشكلتها ان فيها فراكشنز عاليه. بس انت لو مرنت نفسك عليها هتعرف تعملها. كل الاحوال دي الطريقه الرسميه اللي المفروض نمشي بيها. تضرب في 2. عندكم اسئله؟ دكتور حضرتك كنت قلت لو في رقم يعني مش هنوصل للواحد، فده هنعمل فيه. ممكن نقف لحد 4، او لو انا قلت لكم اقف لحد مثلا 3 ارقام او 4 ارقام هتقف لحد هنا. تمام تمام، وده هيقابلكم كتير بالمناسبه. طيب دكتور ممكن سؤال؟ اكيد. انا بس الطريقه، انا كان عندي سؤال، احنا ليه بنعملها كده يعني؟ انت اللي كنت بتشتغل على بروتوس صح؟ ايوه. ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ قول لي الطريقه ازاي لا معلش، سؤالك كان ايه؟ يعني الطريقه اللي هي اللي بحول من باينري لديسيمال في في قبل الفراكشن، كنا يعني بنقسم على البيز عشان اعرف يعني اعرف انا عندي اعرف عندي الرقم ده في انهي جزء من الباور. صح. هنا بقى انا ليه بضرب؟ انا مش فاهم. بتضرب عشان بص ارجع معاك كده، شايف الرقم الثاني اللي هو بتاع بيس 5 ده؟ بص انت الرقم ولا بلاش دوت عشان ما نتلخبطش. طب خلينا نقول ان هو بيس 10. تمام ماشي. الرقم ده المفروض ان هو يونتس اللي هو الواحد. صح. فانت بتضربه في 10 باور 0 مظبوط؟ صح. طيب الاثنين ديت هي عباره عن ايه؟ 2 على 10. صح كده، 2 على 10 مظبوط. طيب لو تاخد بالك ان الواحد انت ضربت والاثنين انت قسمت. تمام. عشان كده التحويل مقلوب برضه هو كمان. تمام اوكي، خدت بالك؟ شكرا. بص الاصل كمان يعني لو رجعنا ورا شويتين هتلاقي الاصل جاي، او انا برجع بتقدم قدام كده هنا، ان انت عندك لحد الديسمال بوينت انت بتضرب في ار باور ان ار بتضرب بتضرب بتضرب، انما انت هنا بتضرب في ار باور نيجاتيف ان، فكانك بتقسم. تمام. ده الاصل بقى بغض النظر عن السيستم ايه اللي انت شغال عليه. طيب لو انا عايز احول الرقم ده لاوكتال، بس ده مثال سخيف شويه، هنعمل ايه؟ هيبقى ده فراكشن، نضرب في 8. هنضرب في 8 بالظبط كده ونعيش حياتنا زي ما انت شايف كده. تضرب في 8 تديك 4.104. على فكره ده مش هينتهي برضو. تضرب في 8 يديك 0. مش عارف ايه، واخد بالك انت بتضرب ايه في 8؟ انت بتاخد الفراكشن ده، واخد بالك؟ مش الرقم كله. ايوه تمام. الفراكشن بس تضربه في 8، وبعدين تاخد الرقم ده اللي هو ال 0.832 ده وتضربه في 8 في اللي بعديها، وبعدين تاخد الفراكشن ده اللي هو 6 5 6 تضربه في 8 وهكذا. بتضرب ده في 8 تضرب ده في 8. طب وبعدين؟ طب ما خلي بالك احنا ما وقفناش هنا، ما انت ممكن تاخد الرقم ده تضربه في 8 برضه وتلاقي نفسك مكمل على فكره. ايوه فاهم، بس احنا هنوقف لحد هنا بس. طيب فين الرقم بتاعي بقى؟ الرقم بتاعي هو ده 0.4
0 6 5 1 4 واخدين بالكم؟ حد عنده سؤال؟ تمام. حد عنده سؤال؟ تمام كده. تمام. أمور واضحة؟ آه زي الفل. إيه؟ تمام. كان بيقول زي الفل. تمام. آه بالظبط. عشر دقايق ونرجع بس يا ريت ما نتأخرش. ها الراجل اللي كان عايز يسألني سؤال في أول محاضرة رجع ولا لسه ما رجعش؟ آه أنا موجود أما أنا اللي كنت بقول زي الفل. والله طيب ماشي عشر دقايق بالظبط ونرجع يعني زود 11 و4 دقايق 11 وربع بالظبط نرجع. ماشي ماشي شو. طب معلش يا دكتور. آه تفضل. طب يعني يعني انا هسالك سؤال في البريك يعني اسال. هو الاكزامبل اللي فات دوت اللي فات اللي هو بتاع الاوكتل. لا بتاع الاوكتل ده مش هو ممكن يكون ريكيرنج ديسيمال؟ يكون ايه ريكيرنج ديسيمال يعني يعني مش ديسيمال بقى هيبقى ريكيرنج اوكتل يعني إيه تقصد ايه بس يعني يعني مثلا لو احنا عندنا واحد على ثلاثة مثلا واحد على ثلاثة في الدسم العادي يبقى بيدي 0.33333 ريكورينج دسم صح. ف يعني انا ظني يعني الرقم ده كده يعني انا ظني ان ده ريكورينج اوكتل يعني عشان ما ينفعش ده ما ينتهيش لان ده راشنال نمبر بنحوله يعني بنحوله يعني ده راشنال يعني لو كان ايراشنال يعني ماشي بس هو راشنال برضه. تمام يعني قصدك ان ده هيكرر نفسه بس بعد قد ايه؟ معرفش بس هو هيكرر نفسه. ده بص انت عارف الجزئيه ديت هي يعني في كورس كده كنت بدرسه من فتره كان اسمه كمبيوتر اريثماتيك. اول جزئيه بنشرحها في الكورس دوت هي الحته اللي انت بتقول عليها دوت هو الرقم ده هيكرر نفسه ولا لا الرقم ده هينتهي امتى مش هينتهي امتى طب انا اقف امتى واخد بالك دي كان بسببها في سنه من السنين ان في صاروخ ما عرفش يضرب طياره يا راجل والله والله العظيم ليه فعلا علشان ما قدرناش او بمعنى صح اللي بيصممه يعني ما قدرش يحط عدد الارقام المناسبه بعد ديسيمال بوينت حتى عدد ارقام قليله يعني عدد ارقام مش كافي بلاش قليله ديت مش كافي فبالتالي ايه اللي حصل ما بقول لك اهو صاروخ ما ضربش الطيار ايوه ده مثال واقعي يعني ده لا صح فبالتالي كام رقم طب دي بتعبر عن ايه احنا طب ناخد ارقام كتيره ولا ناخد ارقام قليله قول لي انت الافضل على حسب يعني الابلكيشن لا قول لي في المطلق ما فيش حاجه مطلقه يعني لو على قد امتحان قول لي انا بقول لك قول لي في المطلق احسن ناخد اكتر طبعا بس هيقابلك مشاكل ايه هي تضيع وقت يعني ما اعرفش غير تضيع الوقت هو الوقت ده حاجه مهمه فعلا الاستورج ما انت دول في الاخر هتخزنهم في ميموري ايوه الميموري دي بقى طولها قد ايه ايوه فاهم هتبقى انفيشنت يعني كتر كل ما تحتاج ميموري اكبر فدي فلوس كوز ايوه فهتصطدم في الحته ديت طيب كل ما تقلل تقابلك مشاكل اكتر عارف ده الفرق ما بين اجهزه كتيره بتتصنع بطريقه اي كلام زي الحاجات اللي احنا بنقول عليها الصيني يعني مع احترامي لحاجات كتيره صيني ايوه الحاجات اللي معموله باي كواليتي دي بتبان كمان في الصوتيات سمعت انت بتسمع اغاني يعني بسمع طب ليك في انواع الفايلز بتاعت الاغاني وكده لا مش انا اخويا اكتر اللي في الحاجات دي مش انت عارف ان في نوع من الفايلز بتاعت الميوزك اسمه MP3 طبعا عارف في نوع تاني اسمه فلاك عارفه برضه ايه الفرق بين MP3 والفلاك هو عدد البيتس اللي انت بتحط فيها الانالوج فاليو ايوه واخد بالك ايوه واخد بالك معاك يا دكتور طب عظيم ان انت معايا اوريك مثال ولا عايز تروح تاخد بريك
عادي يعني انا قاعد مش مشكلة. هوريك مثال. عايزين اغنية نلاقي اغنية فين. ميوزك مثلا نروح هنا. تعال ناخد الاغنية دي. انت شايف؟ شايف والله. طيب تعال شوف كده الاغنية ديت مثلا هي نوعها ايه؟ MP3. تمام؟ ديتيل. هيقول لك هنا البيت ريت كام؟ 224 كيلو بت بير سكند. خلاص؟ ايوه. طيب يعني ايه؟ يعني انت بتبعت عدد معين من البيتس في الثانية. طيب ما انت ممكن مثلا عدد البيتس دول تبعتهم ال 224 كيلو بت دول في ثانية واحدة، او ممكن تيجي كل مثلا مايكرو سكند تبعت عدد معين من البيتس. المهم في المحصلة ان عدد البيتس هو ده في الثانية 224. طب لو عدد البيتس زاد عن كده في الثانية، يعني تعالى جيب حاجة تانية كده انضف شوية. فيش اجنبي هنا؟ فيش اجنبي. ما علينا، مش مشكلة مش مشكلة. المهم ان 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 دي كلها بترفلكت على accuracy كل ما العدد زاد. بس احنا بنصطدم بقى في ايه في الاخر؟ نصطدم في الاستورج. بالظبط، في الفلوس. ايوه ايوه. وانت عارف احنا كمهندسين بتوع فلوس. يعني ما كناش هنشتغل كده. بالظبط كده، بالظبط كده. روح خد بريك بقى. خلاص ماشي، شكرا دكتور. اوكي، اسمك ايه؟ اسمي علي. اوكي يا علي.
يلا يا شباب نكمل. تفضل. تمام. طيب احنا اللي فات اتكلمنا انت بتحول من بعض الانظمة لانظمة تانية. الحقيقة استخدامك للأكتل او للهكسا ديسيمال بيبقى اسهل بكتير من استخدامك للباينري في القراية تحديدا. ليه؟ لان الباينري عبارة عن مجموعة وانز وزيروز، فتخيل لو عندك ديتا كبيرة، فايل كبير مليان وانز وزيروز، ببساطة انت ممكن تتلخبط وغالبا مش هتفهمه يعني. انما لما تيجي تستخدم الهكسا ديسيمال مثلا هتلاقي ان انت عندك حاجات غير الوانز والزيروز، فبالتالي قرايته هتبقى اسهل. افتكروا معايا ان 2 باور 3 بتساوي 8 وان 2 باور 4 بتساوي 16. وعليه لما تيجي تحول من باينري الاوكتال هتعمل ايه؟ هتاخد كل 3 ارقام باينري وتحولهم لرقم يبقى ده الاوكتال بتاعك. تعالوا ناخد مثال. ثانية بس اشغل الحركات. فمثلا ايه اللي حصل؟ كونكت جميل مليون مشكلة. ثانية بس هكونكت الايباد. تمام. مثلا لو قلت لك انا عندي رقم، تعالى نشوف الرقم اللي موجود عندنا. هو عبارة عن زي ما انت شايف كده 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 وبعدين في ديسمال بوينت 1 1 1 1 0 0 مثلا. انا هكتفي بكده لان الرقم اللي موجود قدامي كبير. طيب شايفين الشكل اللي قدامكم ده او الرقم ده؟ لو عايز تحوله من باينري لاوكتال تعمل ايه؟ الناس بتروح تحوله من باينري لديسيمال وتحول من ديسيمال لاوكتال، او الطريقه الاسهل وقف عند الديسيمال بوينت. حد عنده سؤال؟ حد شايف؟ شايفين. تمام. وقف عند الديسيمال بوينت وقسم جروبس اوف 3 ل 3. نحول لأوكتل و2 باور 3 ب 8 يبقى اخد 3 بيتس. جروب اوف 3 جروب اوف 3 جروب اوف 3. طب الاخيره دول 2 بس، حط لهم صفر. كويس. وبعدين نفس الكلام من عند الديسيمال بوينت من على يمينها، جروب اوف 3 وبعدين جروب اوف 3. اوعى تبدا من اليمين خالص، ابدا من الديسيمال بوينت. لو بدات من يمين خالص غالبا هتعملها غلط. وبعدين قول لي الرقم ده بكام. خليك سريع. هو اصلا احنا بنتكلم في 3 بيتس، 1 2 4 3 واللي بعده 5 واللي بعده 1 واللي بعده 6 واللي بعده 2 1 2 4. تمام. وادي ديسيمال بوينت، الرقم ده كام؟ 7. الرقم ده كام؟ 4. خلصنا بس كده. حد فاهم حاجه؟ ليه بقى كنت هعملها غلط؟ ليه كنت هعملها غلط لو انا عم بدات من اليمين مش من الديسيمال؟ اديك مثال تاني يقول لك يطلع غلط.
ولا ده بالذات اللي يطلع غلط؟ هو ده مش هيطلع غلط، بس ده بالحظ مش هيطلع غلط، فاهم؟ تمام. انما غير كده غالبا هيطلع غلط. بص انت المفروض دي بدايتك اللي هي الديسمال بوينت، تبدا من عندها كده وتكون جروبس كده من ثلاثة، وتبدا كده تكون جروبس كده من ثلاثة، خلاص دي بدايتك. انما مثلا مثلا هديك مثال، ايه الرقم ده؟ حوله كده، تحوله ازاي؟ لو جيت ابدا من اليمين هاخد مجموعه غلط الثلاثه دول يطلع كام؟ خمسة. طب والواحد ده تعمل فيه ايه بقى؟ ايوه صح، فهمت كده، فهمت. فتبدا دايما من هنا. خلي بالك انت مسموح لك بايه؟ مسموح لك ان انت تحط زيرو على الشمال وتحط زيرو على اليمين عشان بس عشان في ديسمال بوينت، واخد بالك؟ لو ما فيش ديسمال بوينت مش مسموح لك تحط زيرو على اليمين. لو ما فيش ديسمال بوينت مش هيبقى مسموح لي احط زيرو على اليمين؟ لا. تمام، فهمت فهمت فهمت. مظبوط، فهمت تمام. طب لو اللي هيكسا ديسمال تعمل ايه؟ تكون جروب من اربعة. ليه؟ الهيكسا باور 16، 2 باور 4 ب 16 يبقى جروب من 4. تعالوا نحل المثال ده. قبل ما نحله بس هكتبه عندي. تمام، ادي الرقم. هنبدا منين؟ ده سؤال بالمناسبه. من الديسمال برضه. من الديسمال بوينت، اوعى تبدا من اليمين. يبقى تكون كده اربعه، وتكون كده اربعه، وكمان اربعه، وبعدين دول اتنين بس. والله سيبهم اتنين مش هتفرق يعني. وبعدين هتكون برضو من الديسمال بوينت أربعة، وبعدين دول يطلعوا كام بقى؟ تلاتة. دول لازم تحط لهم صفر، لازم تحط صفر. الرقم الأولاني ده اتنين، الرقم التاني معلش هو احنا ما حطناش اتنين صفر عند الناحية التانية ونخليها برضو عشان خاطرك انت بس. اتنين صفر على الشمال مش تفرق، مش هتفرق، بس اوكي مفيش مشكله نحط 2 صفر. اللي بعد كده ده كام؟ طبعا في هنا ديسمال بوينت اهي. كام ده؟ كام ده؟ 11. 11 اللي هو بي. اللي بعد كده ستة، ستة يتكتب عادي. اللي بعد كده 12، 12 اللي هو C. اللي بعد كده 2، يبقى ده الرقم بتاعك في البيس 16. حد عنده سؤال؟ تمام. طب العكس بقى نعمله ازاي؟ لو عايز تحول من باينري، سوري، من هيكساديسيمال لباينري، يعني مثلا الرقم اللي قدامك ده 306.دي دي دي لا غلط
ده مثال عايزين نحوله الباينري نعمل ايه؟ حط ديسيمال بوينت وبعدين كل رقم من دول حوله الباينري في 4 بيتس، لازم في 4 بيتس. يعني الستة هي عبارة عن 0 1 1 تحط 0 دي 6، الزيرو يتكتب 0 0 0 0 والتلاتة 1 1 0 0 مش مهم الصفرين اللي على الشمال. طيب الدي، الدي ده رقم كام؟ 4 13 13 اللي هو ايه بقى؟ ده 13. افتكر كده معايا 1 2 4 8 8 4 12 1 13 يبقى ده 13. يبقى ده كده باينري. حد عنده سؤال؟ اي اسئله؟ طيب لو انا عايز احول مثلا الرقم 500 واربعة بوينت تلاتة ده اوكتل وعايز احوله لايه؟ لباينري. اعملها ازاي؟ نفس الكلام، حط الديسيمال بوينت بس كل رقم من دول هتحوله لباينري في تلاتة بيتس، يعني التلاتة هتبقى 1 1 0، الاربعة هتبقى هي اصلا اوريدي تلاتة بيتس، 4 والزيرو يبقى 3 اصفار، وبعد كده الخمسة 101 يبقى ده الباينري بتاعه. تمام، اي اسئله يا شباب؟ اي اسئله يا جماعه؟ لا تمام، الامور واضحه. ان شاء الله لما ننزل لكم البروبلم سيت او زي ما يقولوا عليها الشيت هتلاقوا فيه أمثلة كتيرة وتطبيقات على الحاجات دي، لازم تحلوا كتير قوي قوي قوي. نتكلم كده على موضوع تاني غير موضوع التحويلات والحاجات دي، اسمه الكومبلمنت، بيقولوا عليه بالعربي المكمل. عندنا نوعين من الكومبلمنتس، في الريدكس كومبلمنت وفي حاجة اسمها الديمينيشد ريدكس كومبلمنت، الR's complement والR minus one complement. الأصل هو الR complement طبعا. يعني مثلا أنت لما يكون عندك decimal number فهات decimal complement بتاعه. الديمينيش radix complement بالنسبة للديسيمال هيبقى 10 minus 1 يعني 9 9's complement. يبقى أنت عندك إيه بقى؟ ركزوا معايا في الموضوع اللي أنا هتكلم فيه ده، ده جديد عليكم خالص. لو انت عندك نمبر اسمه n والنمبر دوت من البيز r وفي n small digits، عندك two complements تقدر تجيبهم، الradix complement اللي هو ايه؟ ال r's complement. بنجيبه ازاي؟ ده عبارة عن R power N minus ال N. طب والديمينيش ريدكس R power N minus 1 minus ال N لأنه هو أقل بواحد. أديكم مثال مثلا على الباينري. الباينري هو المفروض ال 1's complement وال 2's complement، تمام؟ ال radix complement بالنسبة لك هو 2's complement، وال 1's complement بالنسبة لك هو ال diminished radix complement، تمام؟ طيب ازاي بجيبهم؟ الحقيقة هأجل مثال الباينري نفهم الأكتر في ال 9's وال 10's. لو انت عندك مثال مثلا او انت تفهمه أكتر من المثال، يعني أكتر من ال N وال R وبتاع والكلام بتاع الماثيماتكس ده. لو انت عندك رقم، الرقم دوت هو عبارة عن زي ما انتم شايفين كده 5 4 6 7 0 0
ده الرقم اللي عندي ده ان. طيب الرقم ده ديسيمال، طالما ديسيمال يبقى الار بكام؟ بعشرة. كويس، الار بكام؟ بعشرة. طيب ده في كام ديجيت؟ ديجيت 2 3 4 5 6، يبقى معنى كده السمول ان بتساوي 6. كويس، السمول ان بتساوي ايه؟ 6. طيب ازاي اجيب التنس كومبلمنت؟ التنس كومبلمنت هي عباره عن ار باور سمول ان ماينس البيج ان بتساوي ار ب 10 والسمول ان ب 6 يعني مليون، ماينس الرقم بتاعك اللي هو 5 4 6 7 0 0 معايا، يطلع كام؟ اطرح الرقمين دول من بعض هيطلع لك ايه رقم. الرقم ده هو التنس كومبلمنت بتاعه. طيب اوضح بقى الموضوع بشكل تاني وبعد كده هعكسها على المثال اللي انتوا شايفينه دوت. الرقم 5 فاضل له كام عشان يبقى 10؟ خمسة. طب الرقم 4 فاضل له كام عشان يبقى 10؟ 6. حلو، الستة دي انا جبتها منين بقى؟ 10-4 بالظبط كده، 10-4. تمام، يبقى ال 10th complement الرقم اللي يوصلك للعشرة. بس انا لما اجي اتكلم على المثال اللي قدامي ده 5-4-6-7-0-0 ده رقم كبير، ده 500,000، فانا هدور مش اللي يوصله لي العشرة، لا اللي يوصله لحاجة من بيز 10 اللي هي ايه بقى؟ البيزز بالنسبة لي هتبقى، سوري، الأرقام بالنسبة لي هتبقى إيه؟ 10، 100، 1000، 10,000، 100,000، مليون، 10 مليون، 100 مليون، فاهمني؟ مليار. الرقم اللي قدامك ده أنت عايز توصله لكام؟ ده 500,000. الرقم اللي أعلى منه إيه؟ مليون. تمام؟ ايه اللي يوصلك لمليون؟ اطرح الرقم ده من مليون. هو ده بالظبط اللي انا عملته، بس انا جبتها في صيغه معادله رياضيه. كويس، بص الرقم ده فيه كام ديجيت؟ 6، يبقى احط 6 صفار على طول يبقى مليون. حد فاهم حاجه؟ بس الستة دي بس كانت ايه يا دكتور؟ عدد الديجيتس، مش انت عندك عدد الديجيتس بتاعت الرقم 0 0 7 6 4 5؟ كم رقم دول عددهم كام؟ تمام، دول 6 ارقام، عددهم 6 بالظبط كده. دي اللي هي ده كده التنس كومبلمنت، ده كده التنس كومبلمنت بالظبط. طيب الناينس كومبلمنت هو ايه؟ هو الرقم اللي يوصلك مش لمليون بقى، لا يوصلك لايه؟ ل 999,999. واخد بالك؟ اقل مليون بواحد، اقل من المليون بواحد. طب نجيبها ازاي؟ سهله قوي دي. طالما انت عايز توصل لاقل من المليون بواحد، يبقى معنى كده الناينس كومبلمنت بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى ار باور ان ماينس 1 ماينس ان. فهمت؟ دي كده، دي اللي انا حاططها من قوسين، دي اللي هي 999999 ماينس ان اللي هو ماينس الرقم بتاعك، يديك ايه؟ يديك الناينس كومبلمنت اللي هو اقل من التنس بواحد. اقروا كده معلش الثلاث امثله اللي موجودين في السلايد ديت وقولوا لي في حاجه واقفه قدامكم ولا لا. علينا يا
أنا تمام بالنسبة لي. تمام. طب حد عنده مشكلة في الكلام المكتوب ده؟ هو إيه الفرق complement و tenth complement؟ إيه؟ الفرق بين ninth complement و tenth complement؟ ما أنا بقول لك التنس اللي وصلت لعشرة باور رقم، عشرة باور واحد، باور اثنين، باور ثلاثة. الناينز هو عشرة باور الرقم ده أقل بواحد، الناين أقل بالتن بواحد. واخد بالك؟ طيب بستخدمهم في ايه بقى؟ يعني بستخدم الكومبلمنت ده في في الواقع كده. التطبيق الاساسي والرئيسي هو ان انت بتحول عمليه السبتراكشن بتحولها الاديشن، بتحول الطرح الجمع. هنشوفها بمثال بس بعد ما نخلص ايه بقى الوانس والتوز. الحال الوانس كومبلمنت والتوز كومبلمنت اسهل بكتير من الناينز والتنز. التوز كومبلمنت المفروض هو الرقم اللي يخليك تقرب للاثنين، تمام؟ بس خلوني ابدا بالوانس الاول. الوانس كومبلمنت لو طبقت نفس الرول اللي انا طبقتها على الناينز كومبلمنت هتطلع بنفس النتيجة، هتطلع بالنتيجة مظبوطة يعني. بس اللي أقصده بقى إن الوانز كومبلمنت بيجي بطريقة أسهل. هي إيه بقى؟ إن أنت بتقلب كل 1 0 وكل 0 1. اللي يخلي الصفر يبقى واحد؟ تحط له واحد. طب إيه اللي يخلي الواحد يبقى 0؟ تقلبه. فالوانز كومبلمنت هو مقلوب الرقم، مقلوب الرقم، وده هتشوفوه في المثال الاولاني اللي موجود قدامكم. التوز كومبلمنت هو عباره عن الوانس كومبلمنت وزود عليها واحد، ده بقى عكس التعريف. سوري، مقلوب التعريف. هات الوانس كومبلمنت وزود واحد. تعالوا ناخد مثال نحله بايدينا. وليكن الرقم اللي انا هتكلم فيه ده اللي هو 1 1 0 1 1 0 0. ده المثال اللي عندي. لو انا عايز اجيب الوانس كومبلمنت هو مقلوب الرقم، يعني ايه؟ هيبقى 0 0 1 0 0 1 1. ده الوانس كومبلمنت. طب التو هو نفس الوانس ده بس تجمع عليه واحد، يعني بالظبط كده. هو عباره عن 1 1 0 0 1 0 0 وتجمع عليه ايه؟ 1. 1 بلس 1 ب 0 وكاري 1. 1 بلس 1 ب 0 وكاري 1. وبعدين ينزل ال 1 وبعد كده ينزل ايه؟ الباقي زي ما هم. يبقى ده بالنسبه لك هو مين؟ هو التوز كومبلمنت. انت جبت الوانس كومبلمنت وجمعت عليه ايه؟ وجمعت عليه 1. وده سهل قوي في الشغل. طيب ازاي عمليه الطرح بتتحول لجمع او الجمع بيتحول لطرح؟ عن طريق الكومبلمنتس. تفتكروا ازاي؟ تفتكروا ازاي يا شباب؟ حد يفكر كده ويقول لي المثال من فهمك للتنس كومبلمنت تحديدا. ازاي عمليه الطرح تتحول لجمع؟ فيش حد عنده اجابه؟ احنا كنا بنجمع، بنحولها وبعد كده نجمع وبعد كده نجيب الكومبلمنت بتاعها تاني. ما افتكر. لا مش شرط.
طيب انا هقول لك على مثال، هي 10 ماينس 6 بكام؟ 4. طيب طب تعالوا كده اجيب اشير معاكم سكرين كده. 10 ماينس 6 بتساوي 4، وده احنا فاهمينه تمام. طيب طب ما تيجي تقول لي ايه 10 وتقول بلس، بس بلس ايه؟ مش تنفع بلس 6 بقى، لا هات لي الكومبلمنت بتاع ال 6. الكومبلمنت بتاع، ولا بلاش دي عشان ما نتلخبطش، لا هاتها ماشي. الكومبلمنت بتاع ال 6 كام؟ الناينث، التنث كومبلمنت بتاع الستة كام؟ أربعة. خلاص بتساوي كام 10 زائد 4؟ 14. طيب ركز في النتيجة بقى، هي العشرة الأكبر ولا الستة؟ العشرة. فالنتيجة طالعة طبيعية، وطالما النتيجة طالعة طبيعية خد أول رقم يطلع لك واهمل التاني. يبقى 10 ماينس 6 هي هي 10 بلس 4. حد فيكم فهم ويقدر يديني مثال تاني؟ انا ما فهمتش اخر جزء ده خالص. بص نجيب واحدة فاضية، 10 ماينس 7. طب بلاش 10، بلاش 10، بلاش 10، بلاش 10، خلينا نقول مثلا ايه 30 ماينس 16. 30 ماينس 16 بكام؟ 14. طيب انا هحولها عمليه جمع، يبقى 30 بلس هات تنس كومبلمنت بتاع ال 16 يطلع كام؟ هنوصل ال 16 لكام؟ ل 100 مش ل 10، هي اوريدي معديه ال 10، ل 100. ايه اللي يخلي ال 16 تكمل ال 100؟ رقم كام؟ 100 ناقص 16 84. تمام صح؟ اجمع لي الرقمين دول، 4 و 0 4 صح، و 8 و 3 11 مظبوط كده؟ مظبوط. طيب بص بقى يا سيدي، الرقمين دول عملية الطرح دي عملية طبيعية ولا مش طبيعية؟ الأولانية طبيعية. طبيعية. طيب انت بتجمع بتطرح 2 digits و 2 digits، فالنتيجة تطلع ايه؟ 2 digits صح؟ طيب الديجيت التالت ده نعمل فيه ايه؟ طالما عملية الطرح طبيعية يبقى نهمله، يبقى نتيجة الطرح ايه؟ 14. يبقى 30 ماينس 16 هي هي 30 زائد 84. فهمتوا؟ حتة ان هم زي بعض دي بس هي اللي انا مسقطها خالص يعني. اللي هي زي، لا هم زي بعض، ما النتيجة 14 في الاخر. انت كل مشكلتك في الوان اللي في الاخير ده بالظبط. اه الوان الاخير أيوة. دوت طول ما انت بتطرح رقمين والنتيجة طالعة بوزيتيف اهمل اخر رقم. ده دايما كده، ده دايما كده اخر رقم بس. بس اه بس يبقى انت حولت عمليه الطرح لايه؟ لعمليه جمع. لعمليه جمع، فهمت؟ هو احنا ليه بنهمله؟ عشان بصي اقول لك على حاجه، يعني لما يكون عندي الرقم ده وبطرحه من الرقم ده فالنتيجه المفروض تطلع كده، واخده بالك؟ دول مكانين ودول مكانين، فالنتيجة تطلع ايه؟ مكانين. خلاص يعني لما انا قلت 30 ماينس 16 النتيجة طلعت ايه؟ 14.
اي رقم زيادة هنا يطلع لي هنا اهمله خالص. فهمتي؟ فهمتي؟ طيب الرقم الزيادة ده احنا بنسميه بعد كده overflow، بنسميه flag، بنسميه حاجات كتير يعني ما علينا دلوقتي. طب دكتور نعم افرض مثلا كانت العكس، يعني الرقم الكبير هو اللي بالنقص. هنا بقى الامور مختلفة. تعال يعني ناخد مثال حلو عجبني سؤالك سبقتنا شوية. يعني مثلا انت عايز تقول لي 16 ماينس 30 حلو بكام دي؟ هتبقى ناقص 14 صح. طيب لو انا عايز اعملها بالطريقة اياها يبقى 16 بلس كام؟ بلس 70. بلس 70 تطلع كام؟ تطلع 86. حلو. انا كده ايه؟ طيب انا مش فاهم تعمل ايه انت بقى؟ مش عملية الطرح دي مش مظبوطة؟ دي مظبوطة. لا مش مظبوطة، الرقم طالع نيجاتيف. يعني ماشي مش مظبوطة. لا مش مظبوطة يعني ايه؟ يعني اللي انت بتطرح منه اكبر من الرقم اللي انت هتطرحه. ال 30 اكبر من 16 يا ابني. ايوه صح فهمت. طب طالما النتيجة مش مظبوطة نعمل ايه؟ ايه؟ هات التوس كومبلمنت بتاع ال 86 يطلع كام؟ 14. وبما انها مش مظبوطة وانت عارف ان النتيجة طالعة نيجاتيف يبقى حط هنا نيجاتيف. يعني ينفع اقول كده اللي انا فاهمه؟ مش هتاكد انا فاهم ولا لا يعني. قول بص يعني. الخص انا طيب وانت قول لي فهمت ولا لا، وانتوا كلكم قولوا لي. يعني لو عمليه الجمع لو عمليه الطرح عمليه متزنه، فانت اي رقم زياده هيطلع عن المطلوب هتهمله اللي هو الكاري الاخير بنقول عليه كاري. تمام. لو عمليه الطرح مش مظبوطه مش متزنه يبقى انت هتجيب الكومبلمنت بتاع الرقم اللي هيطلع لك. كويس كده ولا مش كويس؟ انا عندي سؤال بدري بس شويه. هو التوز كومبلمنت جبناها المفروض ان احنا نجيبها بسرعه ازاي كده؟ عشان ما يعني لما اقلب الرقم ولا يطلع لك اجمع عليه واحد. اقلب الرقم ولا يطلع لك اجمع عليه واحد بالظبط. بس مش ده كده المفروض وانس كومبلمنت ولا لا؟ وانس تقلبه بس. مش الوانس كومبلمنت المفروض بنقص من الريدكس اللي جاي يعني ولا لا؟ من اللي اقل الريدكس بواحد. والريدكس 2 اللي اقل منه واحد. هنا في الاكزامبل دوت الريدكس ب10 10 صح. بس انا شغال تنس مش ناينز. ايوه يعني ال 70 دي هي التنس كومبلمنت، ال 86 ولا 14 اللي تحتها دي هي التنس كومبلمنت مش ال 9. انا مش شغال 9 بس احنا كنا شغالين 9 من الاول، كنا نعمل 9 في الاخر. بالظبط كده فهمت. يعني اللي احنا جبناها دي كانت تنس اصل حضرتك كنت ده كله تنس لما ده كله تنس. يبقى حضرتك بس كنت اتلخبطت بس دي. انا اتلخبطت اصلك كنت قايل له هات لي التوز او انا اللي سمعتها كده كنت قايل له هات لي التوز كومبلمنت بتاع 86 ده اللي لخبطني. التنس مش التوز. التنس تمام خلاص. المثال ده والمثال اللي فات هو تنس. فاهمين حاجه كده؟ تمام. اتس كايند اوف ماجيك. يعني انت بتحاول عمليه سبتراكشن لاديشن. عادة تسأل ليه ولا لسه بدري؟ لا ليه؟ ليه؟ احنا غالبا من ديزاين ادرز في ال بص ان انت تعمل سبتراكتر عادي غالبا ما بيبقاش سهل، فانت بتلجأ للتوز كومبلمنت ان انت تعمل بيها سبتراكشن. الادر نفسه اللي هو الهاردوير بيبقى اسهل بكتير في الديزاين، وده اللي يهمنا. انا قلت لك احنا ناس بتاعت فلوس، احنا يهمنا ايه؟ ديزاين يبقى سهل. تمام. فالتوز كومبلمنت سبتراكتر هتلاقي اسهل بكتير من السبتراكتر العادي، عشان كده احنا بنلجأ للكومبلمنت. تمام فهمت. طب دكتور هو
دكتور اتفضل قول. هو كان في طريقه كده اللي هي بتاعه التوس كومبلمنت، ان انا اشوف اول 1 هيجي لي واغير اللي بعده في كان في دي فعلا، دي فاليد معانا عادي، فاليد معانا عادي. تمام شكرا. حد ثاني كان يسأل؟ انا دكتور دلوقتي. طب لو انا مثلا هقول 30-6 هتطلع 24، فبعد كده 30-6 مثلا، تمام 24، بعد كده هقول 30+ ال 10th complement بتاعت 6 اللي هي 4، فهقول 30+4 هتطلع 34. 30-6 اللي هي 24، تمام. بعد كده هقول 30+4 تطلع كام؟ 34. بعد كده هعمل منها 10 فهيطلع 24 كده، صح؟ 34 تمام. طيب ما ايه المشكلة؟ انا مش فاهم. ايوه انا قصدي ان انا كده صح، هعمل منها 10 فهيبقى 24 بالظبط. هي تمام، ما تسبقيش الاحداث يعني في الحتة دي بالذات. لا 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 دكتور، معلش المفروض ان انا خلاص بقى. استنى بس، ما انا بقول ما تسبقوش الاحداث. اركن السؤال ده على جنب. اكزامبل عادي زي اللي فات ولا مختلف؟ لا لا هي بس خليني احط رول كامله بس مش دلوقتي قدام يعني. انا بس يعني الهدف من الكم مثال اللي فاتوا يا شباب، وان انا اوضح لك اهميه الكومبلمنت. خلاص لما العمليه نفسها هبقى اقول لك ازاي بتتعمل. تمام. اللي قدامكم ده جمع وطرح عادي بس باينري. طبعا انتوا عارفين، ودي الرول الاساسيه، 0 0 عباره عن 0 0 1 ب 1 1 ب 0 ب 1 1 1 ب 0 بس معاه كاري 1، ودي بتاع السبتراكشن، 0 ماينس 0 ب 0 1 ماينس 1 ب 0 1 ماينس 0 ب 1 و 0 ماينس 1 بايه؟ ب 1 وبورو 1. يعني ايه بقى ايه الكلام ده؟ تعالوا نحل المثال الثاني اللي هو على اليمين. المثال الثاني ده انت عايزك تعمل سبتراكشن للرقمين اللي قدامك دول من بعض بقى. واحد ماينس واحد بزيرو، بعدين هنا زيرو ماينس واحد، تاني واحدة زيرو ماينس واحد بايه؟ ما تنفعش دي، فتبتدي تعمل بورو للوان دوت. شايف الوان ده؟ هيبقى زيرو. خلاص؟ طيب الزيرو دوت انت خدت الوان ده، الوان دوت بالنسبة لما يتنقل هنا يعني بقى هنا ده كده. القلم مش عايز يكتب، القلم زعلان. دي بقت 1 بس ال1 هنا دي ب2. خلي بالك انت لما بتاخد 1 من اللي جنبها تبقى ب2، يبقى 2 ماينس 1 بايه؟ ب1. حد فاهم حاجه؟ لا انا متلخبطه. نجيب من الاول بس انا نسيت الرقم. 1 خليني 1 0 1 1 0 1 ورقم الثاني 1. ادي الرقمين اهم، 1 ماينس 1 ب 0 مظبوط. اللي بعد كده 0 ماينس 1، ما تنفعش 0 ماينس 1 دي، 0 ماينس 1 ما تنفعش، فهضطر ان انا اخد 1 من هنا. يعني ده انا اخدته خلاص، ده بقى صفر. طيب ال1 اللي انت اخدته دوت نقلته من المكان ده للمكان ده مظبوط. ال1 اللي موجود هنا نقلته للمكان ده يبقى ب2 وما يبقاش ب1 عاديه، بس طبعا انت هتكتب هنا 1 عادي، بس هو الويت بتاعه 2. مش احنا عندنا 2 باور 0 2 باور 1 2 باور 2 وهكذا؟ فالويت بتاع ال1 ده 2، يبقى كانك بتقول 2 ماينس 1 ب1، وبعدين ده 0. الزيرو ده هتاخد برضو 1 من اللي جنبه، يبقى ده هيبقى 0 والدوت يبقى 1 وتعيش حياتك. 2 ماينس 1 ب1 وبعدين 0
وبعدين زيرو وبعدين زيرو. حد فهم حاجة؟ دكتور مش الويب بتاع الواحد التاني ده المفروض يبقى 10 باور 2 2 باور 2 قصدي؟ لا انت اصل انت بتاخده من اللي جنبه. اه طب ماشي مش كده الويب بتاعه هيبقى مختلف عن اللي قبليه ولا؟ لا ما كل واحد الفرق بين بينه وبين اللي قبله 2 بس. تمام ماشي فاهم لانهم جنب بعض. اه تمام. لو مش فاكر عمليه الطرح دي او لو مش فاهم عمليه الطرح دي تعمل ازاي ارجع لعمليه الطرح العاديه بتاعت الارقام العاديه. انت بتقول ايه مثلا؟ مثلا 5 6 3 وهنا بتقول 4 7 اي حاجه بقى 1. لما تطرح 5 - 4 = 1 6 - 7 ما ينفعش فبتاخد 1 من الثلاثه دي. 3 تبقى كام؟ تبقى 2. انت خدت 1 هنا صح من الثلاثه؟ اه تمام. طيب الحقيقه هو هل هو 1؟ لا. امال ايه؟ 10 بالظبط كده. ده البيز الريدكس. عشان كده التانية لما خدت 1 بقى 2 تمام. فبالتالي الستة دي بقت 16 يعني او انت بتعملها على انها 16 ما بقتش 6. تمام. حد عنده سؤال؟ هو دكتور لو الوحدين اللي في النص فوق دول كانوا زيروهين ايه؟ لو الوحدين اللي فوق دول كانوا زيروهين ادي وحدين يعني هي 1 0 1 1 0 1 لو خد اخر زيرو وافضل اشفت بقى؟ اه شف. وطبعا النتيجه هتطلع نيجاتيف في الحاله دي. طب المالتيبليكيشن بيتم ازاي؟ زي المالتيبليكيشن العادي بس هي كل الفكره ان انت هنا الامور اسهل لان 1 في حاجه بالحاجه و0 في الحاجه بزيرو فالامور اسهل. يعني انت لما تيجي تضرب ال1 دوت في الرقم ده هيطلع الرقم ده زي ما هو، 0 في الرقم ده هينزل الزيروز بس طبعا تاخد شيفت، 1 في الرقم دوت هيطلع هو هو وبعد كده هتجمع عادي ومفيش مشكله. طبعا دي 5 في 5 ب 25. انا عايزكم كده تقروا السلايد دي بتمعن شويه، خدوا وقت وقروها. يلا انا معاكم. قريتوا يا شباب وصلتوا لايه قولوا لي؟ كنت لسه بقرا في تالت بوينت. طيب كمل كمل. تمام انا بالنسبه لي تمام خلاص. طب حد اقرا ولا اختلاف الكلام المكتوب عن المثالين اللي انا شرحتهم؟ انا بصراحه بالنسبه لي ما افضلش ان انا ادخل المعلومه بالاسلوب اللي هو المكتوب ده، الرموز والماث قوي يعني
السوب اللي احنا شرحناه بالنسبه لي كان ابسط لي. ما انت انت فهمت عشان فهمت بالمثال. هو بيقول لك ايه، انت لو عندك رقم انت عايز تطرح ام ماينس ان، خلاص انت عندك حالتين، لو ام اكبر من ان تبقى دي عمليه طرح عاديه، لو ان هي الاكبر يبقى عمليه طرح مش عاديه، هتطلع نيجاتيف يعني. فلو ام اكبر من ان عادي خالص، بيقول لك عادي مفيش مشكله، هات الكومبلمنت بتاع ان تمام وكمل عمليه الطرح عادي، واي كاري هيطلع لك اعمله ديسكارد. فاكر ال1 اللي عملناه ديسكارد بتاع ال114؟ ايوه بالظبط. هو هو الحاله رقم 3 هي الحاله بتاعت النيجاتيف، اللي هو بيقول لك ايه، لو اما اصغر من ان فالنتيجه هتطلع نيجاتيف، فتعمل ايه؟ الناتج اللي هيطلع لك هات له الكومبلمنت وحط جنبه نيجاتيف ساين. فاكر المثال بتاع ال84 وال14؟ ايوه تمام. هو ده. هو دكتور هو الكلام ده يتطبق على اي حاله بس ما عدا حاله واحده هنا قالتها، اللي هو 30 ناقص 6. ايش معنى 30 ناقص 6؟ طب 30 ناقص 5 ما ينفعش، تنفع؟ ايوه بس ساعتها اسمها دي 30 ناقص 6 يعني هنجيب الكومبلمنت هيبقى 4، فيعني ازاي يعني ايه؟ على قد فهم يعني. طيب هي 30 ناقص 6 صح؟ اه حلو. وهي قالت هنحولها ل 30 زائد 4. اه طب ما تيجي نجربها مع بعض كده. ماشي. اللي يكمل الستة لعشرة كام؟ أربعة. صح؟ مش اللي يكمل الستة لعشرة أربعة؟ أيوة. تمام. إيه رأيك في الإجابة دي؟ آه خلاص كده كده تمام. مين اللي كان بيسالني؟ مين اللي كان بيسالني؟ انا كنت بتكلم بس ما اعرفش مين اللي انت كنت بتتكلم، بس كان في زميلتك كان بتسالني. ايه رايك في الاجابه دي؟ صح برضه. لا مش صح برضه، الثانيه ما كانتش صح. طب ايه الفرق؟ عملت ايه هنا؟ خليت ال حضرتك خليت ال 6 اكنها بيز زي ال 30 بالظبط. طالما ديت 2 ديجيتس يعرف فين القلم، يبقى ال 6 خليها 2 ديجيتس ودي تفرق كتير قوي، فبالتالي انا وديتها لل 100 مش لل 10. تمام. النتيجه 124 هاجنور الاخ الاخير ده. دي 2 ديجيتس، دي 2 ديجيتس، دي 2 ديجيتس، ودي 2 ديجيتس، والنتيجه 2 ديجيتس. تمام. وانا مثلا 100 ليه بقى ما دام عشان دي 30 فواخده 2 ديجيتس. فاكر كان في سلايد هنا، انا بس عايز كان في واحده من زمايلك بتسالني، شايف السلايد دي؟ اه تمام. خدت بالك ان انا عملت هنا دول مربعين، واللي تحتيهم اللي هم بتوع ال 30 وال 16 عملتهم مربعين، والنتيجه مربعين برضو. تمام. دي جزئيه الديجيتس ان هم لازم يكونوا كلهم نفس الديجيتس. لازم يكونوا كلهم قد بعض. خلاص الناتج ممكن يزيد على فكره، يعني مثلا انت لو قلت لي 5 و6 كام؟ 11 صح. تمام. الناتج زاد 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 ديجيت، انما الاوقع انت ممكن تعملها ازاي؟ تقول 0 5 من الشمال بلس او ماينس بلس سوري بلس 0 6 يبقى النتيجه 11 1 1. فدي حته تحافظ عليها قوي، تاخد بالك منها عدد الديجيتس. ايوه بس انا برضو لسه ما فهمتش ليه الكومبلمنت بقى هنا ودينا لل 100 مش لل 10، ما دام هي كده كده 0 6 هي هي ال 6. بص يا مش فاكر اسمك بهاء. مش شايف اسمك ايه؟ بهاء. بهاء. بص يا بهاء دلوقتي انا هكلمك في الواقع، يعني الكمبيوتر لما بيجي يشتغل
بيشتغل بحاجه اسمها ريجسترز. حاجه اسمها ايه؟ ريجسترز. الريجسترز دي بيبقى ليها عدد معين من البيتس بيتحط فيها، وغالبا بيبقوا نفس الطول او بيبقوا نفس الطول. فبالتالي الريجستر الاولاني ده اسمه ايه مثلا، والريجستر الثاني ده اسمه بي. خلاص، فانت بتحط هنا الرقم بتاعك الاول وبعد كده تحط الرقم الاول الرقم بتاعك تحط هنا، والرقم الثاني تحط هنا، وبعدين النتيجه بتتحط في ريجستر ثالث وليكن اسمه سي. سي ده بيبقى نفس الطول. خلاص. طيب تمام. لو فرضنا الحاله اللي كانت زميلتك بتتكلم عليها اللي هي 30 ماينس 6، انت ازاي هتكتب ال 30؟ هتكتبها كده 3 0 صح؟ تمام. ال 6 هتكتبها ازاي؟ زي الساعه كده. تمام 6. طب الخانه دي هتسيبها فاضيه؟ هكتب كده 0. الكمبيوتر ما فيهوش فاضيه، يعني ما فيش حاجه اسمها فاضيه. انت عارف اي مكان اي سيجنال طالما ما لهاش قيمه بتبقى، يعني ما فيش حاجه اسمها ما لهاش قيمه، يا 0 يا 1، يا اما انت قطعتها خالص من السيركت، ودي حاله ثانيه مش هتكلم عنها دلوقتي. المهم في الاخر السته انت هتكتبها كده بالشكل دوت، فلما تيجي تطرح هيطلع لك النتيجه. خلاص تمام. النتيجه وليكن كانت 24. خلاص تمام زي الفل. طب افرض ان في حاجه زادت هنا، والله احنا بنعمل بقى لوجيك سيركت زياده. استنى بس، اللوجيك السيركت زياده ديت بقى بتتشيك على الرقم الاولاني اللي هو ده، وبتتشيك على الرقم الثاني، وتشوف هل انت محتاج الرقم الزياده اللي تحت ده ولا لا. خلاص، لو مش محتاجه دي بنسميها اوفر فلو، لو محتاجه بنسميها كاري. فكأن الموضوع مترتب في الـ انت عارف لما تيجي تركب عربيتك، ركبت عربيتك انت قعدت وقعد واحد زميلك جنبك، طب والكرسي اللي ورا في ايه؟ فاضي، في زيرو. تمام. فلما اجي ارسم العربيه من فوق هحط زيرو زيرو وانت وصاحبك. تمام، خدت بالك؟ عرفت بقى منين السبت السته للرقم الثاني؟ ودي انتوا هتلاحظوها مثال في الكتاب، يعني استنى كده هنا مثلا. بص في الكتاب لما جيت ده مثال، الحين غيرته يعني في السلايدز، بس ادى المثال ده. انتوا شايفين الكتاب صح؟ شايف الرقم ده؟ لما جاب له الكومبلمنت، جاب له التنس كومبلمنت، هو حط زيرو، هو كان قاصد يحط زيرو، واخد بالك؟ تمام. فوجود الزيرو ده خلى فيه هنا ايه؟ 9. طب انما لو شلت الزيرو يبقى انت بتتعامل مع الرقم ده بس، يبقى ساعتها الكومبلمنت هيطلع لك ده بس من غير التسعة يعني. فاهم قصدي؟ تمام، انا كده فهمت. تمام، عشان كده بقت التنس كومبلمنت بتاعتها اللي هي اللي قراها للمية بالظبط كده. فدي حته بس خلي بالكم منها شويه. حد عنده اي سؤال؟ طيب انا عندي حاجه اخيره بس هكلمكم فيها، انا عارف ان انا هردكم النهارده. هنا مثلا ده مثال اهو، بيقول لك السبتراكت ده من ده، فهو حط الرقم الاولاني اهو والرقم الثاني اهو، بس ما حطش الرقم الثاني، جاب الكومبلمنت بتاع الرقم الثاني اللي هو ده، وبعدين جمعهم طلعت دي النتيجه. اصلا عمليه الجمع ديت هي عمليه الطرح ديت عمليه مش متزنه. فنعمل ايه بعد كده؟ نجيب الكومبلمنت بتاع ده ونحط له نيجاتيف، واخد بالك؟ اللي هو ده. يعني انا مش هطول عليكم المره ديت اكتر من كده، هحط الكم مثال دول في السلايدز ان شاء الله، هتلاقيهم في السلايدز. شدوا حيلكم، استنوا بس محدش يمشي لحد ما داونلود الفايل بتاع الاتندنس. ماشي دكتور، جات لي مكالمه.
لا لا ما فيش حاجة. خلاص تمام. حد عنده اي سؤال؟ طب لو سمحتوا تابعوا الموديل، تابعوه كويس قوي، لان هحط لكم عليه اللينك بتاع الميتنج الجديد ان شاء الله هتلاقوا عليه. خلاص احنا مش هن يعني مش هنميت تاني على السمر تريننج. اوكي تمام يا دكتور. تمام ان شاء الله هحط لكم اللينك الجديد، هقول لكم المكان الجديد بتاع الميتنج باذن الله. انا هقابلكم يوم الخميس، هقابلكم في الكليه يوم الخميس، اشرح لكم شويه حاجات، هقول لكم على شويه حاجات تنزلوها، هنشتغل على الكمبيوتر. ممكن الاسبوع ده يعني مش عارف صراحه المعمل يبقى متاح ولا لا، بس انا ارجح يعني اللي حابب فيكم او الافضل ان انتوا كل واحد فيكم يشتغل على الكمبيوتر بتاعه. انا شخصيا بحب اعمل كده عشان حاجتي معايا يعني. اوكي طب دكتور الخميس ده كده يبقى سكشن ولا لاب؟ الخميس ده كده يبقى سكشن ولا لاب ولا الاثنين؟ هو المفروض ان هو الاثنين يعني، المفروض ساعه وساعه، بس في سكشن تاني في نفس الميعاد، فده معناه ان السكشن التاني ده هيبقى الاسبوع اللي بعده. ما هو في اودو ايفن. احنا الاسبوع ده السكشن بتاعنا احنا الاود بالظبط. اوكي يعني الاسبوع الخميس ده سكشن. بس المره ديت ايه اللي هيحصل؟ احنا هنقسم الوقت، هم هياخدوا نص الوقت يتكلموا واحنا هناخد نص الوقت نتكلم. تمام. أوكي. المحاضرات نفس شباب نفس الهول يعني، تبقى نص ساعه كده ونص ساعه كده. غالبا كده غالبا كده. أوكي. يعني هنقول لكم على الامور ان شاء الله هتنتظم ازاي، وانا باذن الله اي جديد ولا حاجه هبلغكم. غالبا هتلاقوا كل شيء موجود باذن الله على الموديل. بالتوفيق ان شاء الله تبقى سنه كويسه علينا، وان شاء الله اشوفكم بخير. مع السلامه يا شباب. سلام عليكم.